إذا بالفعل لن تستمر الأوضاع المستقرة على المناطق الشمالية، بل تتوقع مصالح الأرصاد الجوية إن شاء الله ابتداء من يوم الأربعاء قدوم اضطراب جوي، هو عبارة عن كتلة هوائية باردة سوف تلتحق بالمناطق الشمالية وخاصة منها الساحلية. إذا هذا الهواء البارد سوف يلتحق ابتداء من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، والاضطراب الجوي إن شاء الله راح يستمر على المناطق الشمالية اليوم الأربعاء وحتى يوم الخميس. إذا يتمثل هذا الاضطراب الجوي في تساقط أمطار أحيانا تكون على شكل زخات، تكون أكثر اعتبار على المناطق التي تمتد من منطقة بومرداس لغاية القالة. إذا هذه الأمطار أيضا أحيانا تكون على شكل رعود، تساقط بعض الزخات من البرد أيضا، وحتى الثلوج إن شاء الله هي متوقعة على المرتفعات الوسطى الشرقية والشرقية للوطن والتي يتعدى علوها 900 متر. إذا ممكن أن نذكر المناطق يعني راح تكون فيها ثلوج معتبرة، هي كل من منطقة تيزي وزو، البويرة، بجاية، الصطيف، وحتى منطقة بجاية وبومرداس أيضا. إذا هذه الوضعية الجوية تبقى غير مستقرة على هذه المناطق لغاية إن شاء الله يوم الجمعة، فيوم الجمعة إن شاء الله راح يكون تحسن تدريجي على هذه المناطق. فيما يخص درجة الحرارة القصوى هي الأخرى، يعني سوف تنخفض بقدوم الهواء البارد، فدرجة الحرارة القصوى على المناطق الشمالية للوطن تكون ما بين 14 إلى 15 درجة مئوية فقط، أما المناطق الداخلية وخاصة التي سوف تشهد تساقط الثلوج درجة الحرارة تكون ما بين 6 إلى 10 درجات مئوية فقط بإذن الله.